بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى موازنة معادلة التفاعل في ميدان المادة وتحولاتها بالنسبة لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن اخترنا لكم ثلاث أمثلة، من خلال هذه الأمثلة الثلاثة سنشرح كيف تتم عملية موازنة معادلة التفاعل الكيميائي. إذن اخترنا المثال الأول، يقول الكربون يتفاعل مع الأكسجين أو يحتاج إلى الأكسجين لكي يعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون. إذن هنا نشير إلى أن جملة المتفاعلات تتكون من نوعين كيميائيين، هما مادة الكربون وثنائي غاز ثنائي الأكسجين. في جملة النواتج أو الجملة الكيميائية مكونة من نوع واحد من النواتج وهو ثنائي أكسيد الكربون، هذا على المستوى العياني. على المستوى المجهري لدينا ذرة الكربون وجزيء الأكسجين والنواتج جزيء ثنائي أكسيد الكربون. إذن سننمذج أو نترجم هذه الكتابة بالصيغ الكيميائية، نفعل أو ننشط التسجيل. إذن نختار من جملة المقترحات التي تعطى لنا، ستعطى لنا مجموعة من الصيغ الكيميائية، نختار صيغة الكربون منها. إذن ها هي الصيغ معنا، نختار صيغة الكربون. إذن رمز الكربون هو سي. ثم المتفاعل الثاني مجموعة صيغ نختار أكسجين، ثم في النواتج كذلك مجموعة صيغ نختار الناتج وهو صيغة ثنائي أكسيد الكربون. إذن نتحقق من الإجابة، إذن إجابتنا صحيحة. لننظر إذا كانت المعادلة متوازنة. هنا للتحقق من موازنة المعادلة ماذا نراعي؟ نراعي أن الذرات في المتفاعلات هي نفسها الذرات في النواتج نوعا وعددا، يعني لديك ذرة كربون واحدة في النواتج ذرة كربون واحدة، الأكسجين ذرتين في النواتج ذرتين. إذن هذه المعادلة متوازنة ولا تحتاج إلى استعمال أرقام أخرى. نواصل لنأخذ المثال الثاني. إذن المثال الثاني لدينا، نعم، المثال الثاني لدينا احتراق الميثان. نعم، إجابة صحيحة. نواصل المثال الثاني، قلنا احتراق غاز الميثان. يقول الميثان يتفاعل مع الأكسجين فيعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون والماء، وأعطى لنا التمثيل الجزيئي لهذه المتفاعلات والتمثيل الجزيئي لهذه النواتج. قال لنا ها هو جزيء الميثان ذرة كربون وأربعة هيدروجين، وجزيء الأكسجين هو ذرتين من الأكسجين. النواتج ثنائي أكسيد الكربون صيغته أو النموذج له هو ذرة كربون وذرتان أكسجين، الماء ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. الآن ما علينا إلا أن ننمذجها بالصيغ الكيميائية. نفس الطريقة نختار من القائمة التي تعطى لنا صيغة الميثان CH4، هذا هو CH4، سنختار هذه الصيغة. الأكسجين هو نفسه O2، يعني كما رأينا في المثال الأول. نختار من القائمة O2، إذا نختار O2، ها هو O2 معنا. النواتج الآن ما هي النواتج؟ سنختار من القائمة المقترحة الصيغة الكيميائية لثنائي أكسيد الكربون CO2، والصيغة الكيميائية للماء هي H2O. لنلاحظ، نقف هنا، إذا تأملنا في الموازنة هل هي معادلة متوازنة؟ أكيد أن المعادلة غير متوازنة. لماذا؟
الكربون لا إشكال، الأوفنين لا يوجد الإشكال في الأوفنين، هنا لديك اثنين وهنا لديك اثنين والواحد ثلاثة، الهيدروجين كذلك هنا لديك أربعة وهنا اثنين. إذا نشرع نختار عنصر نوازنه، قال نختار مثلا الأش هو الأول أو السي هو الأول، يعني أو الأو. إذا نبدأ بالأش، سنواصل ونتابع. نعم، إذا نوازن الصيغة مكتوبة بشكل صحيح، نمر إلى الموازنة، نمر إلى الموازنة. إذا بماذا نبدأ؟ بدأنا بالأكسجين جزيئين، يعني أربع ذرات في النواة تكون عندنا أربع ذرات. إذا الآن صارت المعادلة متوازنة. لنتأمل، اثنين مضروب في واحد اثنين أكسجين زائد اثنين الموجودة في ثنائي أكسيد الكربون المجموع أربعة أو، وهنا لديك أربعة أو. الكربون في النواتج لديك واحدة، في المتفاعلات واحدة. الهيدروجين اثنين في اثنين أربعة، في المتفاعلات أربعة. إذا المعادلة متوازنة، نتحقق إجابتنا صحيحة. نواصل مع المثال الثالث. إذا المثال الثالث لدينا غاز البوتان مع الأكسجين يعطي لنا ثنائي أكسيد الكربون والماء. الآن هذه الصيغة أو النموذج الجزيئي للبوتان، أربع ذرات كربون مترابطة مع عشر ذرات من الهيدروجين. الأكسجين رأيناه، ثنائي أكسيد الكربون رأيناه، والماء رأيناه. إذا نواصل لنختار الصيغ من المقترحات. إذا هنا سنختار سي 14 من القائمة التي اقترحت علينا. سي 14. إذا هذه هي الصيغة للبوتان. اختار صيغة الأكسجين أو 2 هي معنا. هذه جملة المتفاعلات. النواتج الآن نختار غاز ثاني أكسيد الكربون سي أو 2 من جملة المقترحات. قلنا سي أو 2 في النواتج نختار الماء أش 2 أو. لنلاحظ المعادلة هل هي متوازنة؟ لاحظ هنا لديك جزيء واحد، جزيء واحد، جزيء واحد، جزيء واحد. ننظر إلى الذرات نوعا وعددا، لدينا أربع ذرات كربون، في النواتج لدينا ذرة واحدة، إذا ليست متوازنة. الهيدروجين لدينا عشر ذرات، في النواتج لدينا اثنين. الأكسجين لدينا في المتفاعلات اثنين، في النواتج اثنين، ثلاثة. يعني كل الأفراد أو كل أنواع الذرات غير متوازنة. نبدأ بأحدها، على سبيل المثال نبدأ بالهيدروجين. حينما تنظر إلى النواتج تجد أش 2 وفي المتفاعلات 10 أش. إذا نأخذ 10 أش نقسمها على 2 لنجد 5. إذا يصير لدينا هنا 5 مؤقتا. ما دام صارت لدينا هنا 5، هذه الخمسة مضروبة في الأو كذلك، معناها عندنا 5 في 2 و5 في 1، يعني 10 أش و5 أو. ننظر هنا الكربون لديك واحد وهنا أربعة، معناه هذا الأربعة نقسمها على واحد ليصير لدينا هنا المعامل هو أربعة، يعني أربعة سي أربعة سي. لما يصير لدينا المعامل أربعة مضروبة في الأو اثنين، معناه يصير لدينا ثمانية أو، ثمانية أو هنا وهنا معنا خمسة أو، ثمانية أو خمسة أو 13 أو، 13 أو لنقسمها على اثنان للأكسجين يخرج لنا عدد أو ينتج لنا عدد فردي، يعني ست جزيئات زائد ذرة أو ست جزيئات ونصف، وهذا غير معقول. إذا ماذا نفعل لكي نحل هذا الإشكال؟ كل النواتج التي وجدناها قبل قليل نضربها في اثنين، بمعنى الثلاثة عشر هنا، الستة ونصف التي ما وجدناها هنا نضربها في اثنين تصبح 13 جزيء، أربعة التي هنا تصبح ثمانية، خمسة التي كانت هنا تصبح عشرة، وهنا واحد في اثنين تصير اثنين سي أربعة أش عشرة. نكتب نتحقق من ما قلناه، نتابع المعادلة كيفية موازنتها.
إذن سنوازن، اختار أي نوع ونشرع في الموازنة. نبدأ بالماء أو بثنائي أكسيد الكربون، نعم، 8 يعني 8 جزيئات، ثم نمر إلى الماء 10 جزيئات، ثم نعود إلى الأكسجين 13 جزيء، ثم البوتان جزيئين، البوتان جزيئين، نعم، نتحقق من معادلتنا. إذن المعادلة صحيحة، لكن علينا أن نفهم. قلنا لاحظ 10 في آش 2 معناها 20 آش، 10 في أو 10 أو، 8 سي ثم 8 في أو 2 16، 16 أو مع 10 أو 26 أو. إذن هنا لديك 26 أو، 13 في 2 26 أو. الكربون هنا 8، 2 في 4 8، 2 في 10 20، وهنا 10 في 12. إذن معادلتنا متوازنة. قلنا ما هو المعيار الذي نعتمد عليه في الموازنة؟ هو الحفاظ على تساوي عدد الذرات ونوعها بين المتفاعلات والنواتج. نوع الذرات وعددها يكون نفسه في المتفاعلات وفي النواتج، هذا هو المبدأ المعتمد في موازنة المعادلة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.